بسم الله الرحمن الرحيم. العشاء من رمضان زي ما انتم شايفين التربة هنا احسن بكتير من بدر. بدأنا نشد الحائط في قطعة 276. النجار هنا عم صباحي، هو اللي واقف ده، نجار كويس واسعاره كويسة. خشب بتاعه نظيف، حداد بتاعه هيبدأ يشوف، هنبدأ نشوف الشغل بتاعه بقى في الأعمدة نتفرج عليها. زي ما انتم شايفين الشغل ده الفينش بتاع الخرسانه بعد صب القواعد. بسم الله ما شاء الله الشغل حلو ونظيف. دي المشايه وده الرنب، احنا عاملين حوائط الرنب الداخليه كمان برضو خرسانه، يعني مش بس الداير خرسانه، لا كمان الحيطه بتاعت الرنب الداخليه عملناها خرسانه. ان شاء الله احنا هنصب الحوائط دي بامب، خرسانه جاهزه. مهم جدا موضوع السيخ مع السيخ ده، لازم يبقوا قطعه واحده مع بعض. ده سقف السلم المدخل، وده شكل الحوائط. هنا الحيطه دي احنا بنيناها عشان ما نكلفش خرسانه اكتر، يعني الكميه دي كانت هتتملي كلها خرسانه، فاضطرينا ان احنا نبني الجزء ده مباني وبعدين نشد نجار عليه فنصب الحيطه، ما تكلفناش خرسانه كتير. وما كناش نقدر برضو نحفر هنا لان كان في مواسير وفي كابلات وفي غرفة الصرف، فما كناش عارفين نحفر، فكان الحل ان احنا نبني المباني الطوب ديت وبعد كده نصب الخرسانة ما بين الطوب وما بين الخشب. ده شغل حمامات السباحة، احنا بنعمل كده برضو، يعني لو بنعمل حمام سباحة او بنعمل خزان لازم نبني الحيطة دي الاول، لان ما ينفعش نشد زراجين جوه الخرسانة بتاعت حوائط حمامات السباحة او الخزانات. لازم يديني مباني داير وبعدين نشد نجارة داخلي ونصب ما بين النجارة والطوب عشان ما يبقاش فيه اي فرصة الفاصل ان في مية تعدي. هنا نسبة المية اللي لو جت يعني هتبقى قليلة جدا، فعادي تقدر الحيطة تستحملها يعني، لكن الحمامات السباحة والخزان دي مية مستمرة يعني ما بتبطلش. ازيك يا معلم؟ الله ينور. مهندس محمد مدير الجودة.
شركة الدولية. مش هقول مفيش فرق ما بين الخرسانة الجاهزة والخلاطة، طبعا الخرسانة الجاهزة أفضل بكتير كجودة يعني، لكن مش أفضل من ناحية التكلفة. يعني التكلفة طبعا في الخرسانة الجاهزة بتزيد في المتر مش أقل من 150 جنيه، ده تسليح سقف المشاية الأمامية، ده الحديد بالكهرباء، القطع الرخام اللي احنا حاطينها دي البسكوت يعني ده اللي بنرفع بيه الحديد. من أصعب الحاجات في الصب هي الحوائط، ودي من الأصعب على النجار بالذات، الحوائط اللي جنب الجار اللي هي ملهاش سندة تانية في اتجاه تاني. يعني لو الجنب نجار أو جنب مثلا مباني زي ده، الصب هنا بيبقى صعب والتقويات بتبقى صعبة، وغالبا بيحصل إن في حيطة تفتح مننا في الشغل، ده وارد ومفيش فيه أي مشكلة لأن الموضوع مش سهل، والتقويات برضو جنب الجار هناك. لكن لو الحيطين الحيطه متجلده من ناحيتين نجاره، الزراجين بتقدر تمسك الحيطه كويس وما بنخافش ساعتها من الموضوع ده. بنضطر في الحاله دي ان احنا واحنا بنصب بنصب جزء جزء، يعني ما نرفعش الحيطه مره واحده خرسان، بتضطر انك تصب نص متر في نص متر في نص متر وانت طالع. مع ارتفاع الحيطه 3 متر الخرسانه وزنها بيبقى تقيل جدا، ف بيبقى الخشب في اللحظة دي صعب يعني.